جيسبر راكم كاع ملاح والصحه لاباس. مرحبا بكم لكوزينتكم كوزينات لوتي. اليوم تكمله في سلسله الشهوات الرمضانيه ان شاء الله. اليوم راح نديروا عصير تاع التفاح والليمون وواحد الكو ما شاء الله. نبدأ مباشره في تقديم هذا العصير في تقديم المقادير وكيفيه تحضير العصير تاعنا. دونك لتحضير هذا العصير عندي زوج حبيبات تاع التفاح غسلتهم، عندي حبه قارص دونك نحيت لها الزست تاعها كيما تشوفوا، ونحيت لها البلون تاني من الفوق. اتونسيون لازم تنحيوه سينو هذيك الطبقه هي اللي تكون مره. دونك يفو فيغ اتونسيون. عندي دونك على باس 4 ملاعق كبيره تاع السكر، اللي يحب يزيد يزيد، اللي يحب ينقص ينقص كيما تحبوا، الحلوه كيما تحبوه. انا هنايا عندي برك زوج ملاعق تاع السكر، ولي زوج الاخرين راح نديرها بالميال. حبيت نديرها ميلونج بالميال والسكر، دوماج ما عنديش بزاف تاع الميال سينو نديرها ديريكتومون دونك 100% بالميال. واحد ياكل حاجه مليحه للصحه تاعو. دونك عندي لافاني فوالا، وعندي لتر ونص تاع الماء. هذو هما المقادير. بسم الله على بركه الله، نبدا مباشره في تحضير الكيفيه العصير تاعنا تاع التفاح والقارص. دونك نحاول ديجا نحي دونك هذه الزوائد تاع التفاح ونقطعهم فوالا. اوب بسم الله. كما قلت لكم هذه كيفيه على بالي قريب رمضان ان شاء الله، قريب يدخل علينا رمضان بصحه ولهنا. دونك رانا نوجدوا دونك هذه كيفيه من كيفيات اللي نحبوها نحبوا نستهلكوها وفي رمضان. دونك كي نوجدوه نديروه الثلاجه تاعنا ونستهلكوه بارد. واحد الكو ما شاء الله، واحد يكون حاجه صحيه فوالا. كما قلت لكم السكر تقدروا تحكموا فيه كيما تحبوا، تحبوا تزيدوا تنقصوا دونك ماشي كيما اللي يتباع. و تقدروا ديروا ميم 100% بالميال والنتيجه تكون احسن سي اون بونس كوتي الصحه تاعنا فوالا. دونك نحي هذو ونبدا في المرحله الاولى، هي مرحله الليمون. دونك نحاول نقطع هذا الليمونه بسم الله. دونك نحاول نحي هذيك الحبيبات تاع الداخل، زريعه تاع الليمون فوالا، ونقطعها. دونك الحبات تاع الليمون تاعكم خيروا وحده كبيره فوالا. التركيز تاع الجو تاعكم تحكموا فيه كيما تحبوا، اللي حبي يدير برك لتر تاع الماء باش يكون تركيز صدق يكون فريمون ثقيل الجو تاعو تقدروا. بصح انا هذا النوع من لي جو نحب يكونوا خفاف فوالا. كي نشربوهم سي بور لا ديجيستيون باش يعاونونا في عمليه الهضم بسم الله. هاوليك دونك راح ندير في هذا الميكسور ندير هذيك الحبه تاعي تاع القارص. نحي هذا تسمحوا لي برك، وراح نزيد عليهم هذيك زوج ملاعق تاع السكر بسم الله. الفو با اوبليي لو زيست تاعني فوالا، هو اللي يعطي الريحه الشابه للجو تاعنا فوالا. اوب دونك درنا وسيوه على بالي بزاف الناس يديروه مي ايزون جامي سي يديروه بالميال ولا هذه الاضافه الجديده اضافه لافاني. فرونشمون تعطي واحد الكو ما شاء الله. دونك في هذه المرحله راح ندير شويه تاع الماء باش تسهل عليا عمليه باش يتميكسا فاسيلمون القارص تاعنا. كيما شفتوا درت برك شويه بسم الله. دونك نشعل الباتور تاعي الميكسر تاعي عفوا. فوالا عفوا اوكي
فوالا بعد ما لحيت مليح القارص تاعي دوك واش راح ندير، نحكم هذاك القارص تاعي فوالا نجوزو في الصفايه بسم الله، وراح نغسل هذيك الرحايه تاعي راح نزيد لها الماء باش نحي كاع البقايا تاع السكر وبقايا تاع الليمون اللي بقات لداخل فوالا يفو با جاسبيي، راح نزيد شويه تاع ماء اوب كيما تشوفوا توجور انا نخدم بهذيك لتر ونص تاع الماء فوالا دونك هكذاك غسلت مليح الصفايه عفوا الميكسور تاعي، راح نحاول نزيد شويه الماء على هذيك بيان سور اللي يحبوا يلقاو هذيك لي مورسو تاع القارص داخل الجو تاعو تاعكم تقدروا تخلوه، دونك تقدروا تستغناو على هذه المرحله، بصح انا الجو تاعي نحب يكون نقي فوالا هوب نزيد شويه تاع ماء فوالا وخلاص هنايا دونك نحينا كاع القارص تاعنا كيما تشوفوا هوب، راح نديرو نفس العمليه نفس الشيء لل لي لا بومب تاعنا هوب، دونك نحكمو الحبيبات تاع لا بومب تاعنا، انا اونيتمون جو غارد ميم لا بو فوالا على بالكم لازم برك اغسلوها بالبيا لا بو تاع لا بوم عندها بزاف بزاف تاع فوائد وهذا النوع من العصير تقدروا ديروه باي نوع من الفواكه اللي تحبوه، دونك اللي ما يحبش لا بوم باغ اكزومبل تقدروا تعوضوا هذا لي دو بوم تعوضوها بحبيبه بنان كبيره ولا زوج صغار يعطيكم نفس النتيجه، انا برك اليوم درت لكم بلا بوم باسكو على بالي في رمضان لازم واحد يخمم يوجد حاجه خفيفه باسكو كي ناكلو الشرب البوريك والحم الحلو لي زوطخ بلا اكسيتيرا الكرش تاعنا تكون فريمون ثقيله، دونك النوع من العصائر راح يساعدكم على عمليه الهضم باسكو كاين فيه السيترو ولا بوم هما يعتبروا من الفواكه لي تسهل في عمليه الهضم فوالا، ولا بوم هي تعتبر كنوع من سيني بونج تمتص الدهون فوالا، دونك على بها خيرت هذ النوعين من الفواكه، ان شاء الله في الايام القادمه راح ندير لكم فواكه ولا عليك انواع اخرى من الفواكه وزوط جي ان شاء الله الى حينا ربي سبحانه هوب، دونك في هذه المرحله دونك راح نحاول ندير نفس الشيء كما قلت لكم ندير لي دو بون تاعي داخل بيان سور، على بالي كاين بزاف تاع الناس بعد ما يقطعوا لي فروي تاعهم يدخلوهم باش يطيبوهم، انا راح نقول لكم من انفورماسيون فوالا معلومه مهمه، والعصير انا نهضر على الليمون ولا طيبتوه على بالكم الليمون غني بلا فيتامين سي بصح ولا طيبتو لا فيتامين سي تموت مع الحراره، دونك كي طيبوا الليمون تاعكم قولوا بلي 70% من فيتامين سي راحت مع في الطياب هذاك، سي بور سانا دارتو خليتو هكداك فوالا فري باش يحافظ على لا فيتامين سي تاعو، راني هذه معلومه لكل الناس اللي ما يعرفوهاش اللي عندهم عاده يطيبوا الليمون تاعهم ميم كيف يفون دي بلوزيغ بيرسون يحبوا يديروا الاخر لا تيزان تاعهم ويطيبوا الليمون معها، دونك الفو فوالا دونك انا نقول لكم اتونسيون باسكو الليمون كي طيبوه تروح لك تروح الفائده تاعو، دونك سي جوست ان تي رابيل فوالا، دونك اللي يحب يحافظ على فيتامين سي تاع الليمون لا ما لازمش تطيبوه، طيبوا لا تيزان تاعكم كي تخرجوا لا تيزان تاعكم فوالا يفو ديروا شويه تاع الجو تاع السيترون واكلوا وشربوها هكذاك بلا ما تطيبوه بسم الله، راح نوليو لا روسيت تاعنا عفوا سي جوست بين قوسين معلومه
دونك كيما قلت لكم درت التفاحه تاعي، وهنايا درت ملعقه كبيره تاع عسل الحر. اللي يحب يدير زوج ملاعق تاع السكر يدير لا ميم شوز. راح نزيد شويه تاع لافاني كيما قلت لكم، تجي النتيجه ما شاء الله. لافاني مع الليمون يعطي واحد النتيجه ما شاء الله. اوب راح نحاول نرحي ثاني لا ميم شوز. ما درتش الماء ديزولي، جوبلي لازم نديرو كميه من الماء باش نرحيو الخليط تاعنا. اوب بالكم التفاح درنا كميه بلوس، دونك راح نحاولوا نزيدوا كميه مليحه تاع الماء للتفاح تاعنا، باسكو عندنا زوج تفاحات ولا دو بوم. دونك رحيت التفاحات تاعي، نزيد شويه الماء ونزيد نرحيها هكذاك فرانشمون باش ما نضيعوش التفاح تاعنا. هنايا دونك رحينا مليح لا بوم تاعنا، نسيت فيها لا ميم شوز مع دونك العصير. نحاول نصفيها فوالا، حتى ولا بقات شويه تاع عصير معليش ما ونتوبليجي باش تغسلوه باسكو راح يمتمز راح يمتمز يمتزجون اونصومبل. فوالا اوكي فوالا نحاول ندخل كاع العصير تاعي. كيما قلت لكم اللي يحب العصير تاعي يكون خطر تقدروا تستغنوا عن هذه المرحله، سي تادير ديريكتومون تخلطوا كلش وتخليوا هذا الحبيبات ولا هذا الخليط تاع التفاح اللي يحبوا بيان سيغ. انا برك جو بريفير كي يكون الخليط تاعي ولا الجو تاعي فريمون ليس. فوالا عفوا صاريف هوب كيما شفتوا مقطع طوالوش، بريفير ندير لكم كلش باش تشوفوا كاع المراحل وباش تتعلموا كيما نقول لكم طول طوم الاخطاء تاعي ولا لي زوبلي تاعي وسي صاريف دوبلي كيك شوز هكذاك ما راحيش تعاودوا لا ميم لي ميم بيتيز ولا فوالا وزالي فير بلوز اتونسيون. راح نحاول ندير بيان سور الماء باش نكمل الماء هذاك اللي بقى لي فوالا. وما تخافوش على التفاح ما راحش يكحل، اللون تاع الجو تاعكم يبقى كيما هو باسكو راح خلطوا مع الليمون، وعلى بالكم الليمون دونك راح يحافظ على اللون تاعنا تاع التفاح. هوب نحاول دونك فوالا نحاول دونك نغسل ولا نقي مليح الرحايا تاعي باش ما ننساوش ما نضيعوش بليتو الميال ولا التفاح اللي بقاو لتحت. كيما تشوفوا هاو نحينا كاع واش كاين مهم في لابون، هذا الجو تاعها هو المهم، لي فيتامين تاعها راهم في هذاك الجو بيان سيغ. واحدة ريحة ما شاء الله مع لافاني. اوب بيان سيغ لافاني نتوما ديروا اي نوع من لافاني اللي عندكم، سائلة بودرة فوالا. دوك راح نزيد حتى نكمل كاع هذيك لتر ونص تاع الماء
تاعي. كما قلت لكم اللي يحب يجي العصير تاعو ثقيل ديروا برك لي 3 تاع الماء. فوالا وتاكلوا بالصحه وتشربوا بالصحه والراحه. جيسبر شهيتكم في الجنه كما نقول لكم طول الطون. جيسبر عطيت لكم لا موتيفاسيون باش تسيوه وديروه. فوالا تقدروا تانو ديروه بلا فريز. راح نسي ان شاء الله ندير لكم بلا فريز كوم راهي وقت تاع لا فريز. فوالا نحاول ندير لكم عصير بالفراوله. اوب فوالا اوب هنايا دونك كيما شفتوا هاوليك العصير تاعنا. بيان سور في هذه المرحله واش راح ندير؟ راح نعاود انا بهذا النوع من الخلاط راح نخلطه باش يمتزج العصير تاع الليمون ولا بوم ومن بعد ندخلو نديرو في طاس بيان سور ولا في كاش بوتيل باش يروح نخليه في الثلاجه لمده ساعه ومن بعد ان شاء الله نقدمو هكذاك بريد للعائله تاعنا. ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفو النتيجه النهائيه بعد ما يبرد العصير تاعنا.